ما إن وطأت، ما إن وطأت أقدامنا القمر الوضيء، إلا ووجدنا جودا وحسن ضيافة وتسابقا على الإفداق بالكرم القمري الأصيل. رانزوا كاتم إنه يهتو يا راري أرض يا كومور ريهونرو أو كريمو يا هوسبيتاليتي هو كومور ريهونرو زر هونجي مزا هو كوموري نمرنغو هنرونرو غاسي نفرها يو رانزوا كاتر واسو يلا ترجير هونجي بان. لقد ظلت جزر القمر في خاطري يا فخامة الرئيس، ذلكم الأديم الساحر المتوشح بالهدوء والجمال النائية بنفسه عن المنغصات والإحن والبغضاء. يوتابيرنا كاني ورانزي هالي ناكاولو هورا نيجي كومور كوزي تماني نيجي كوموري هاوكاتي كاوونا هارموزونا كوجوا وكا أرضي جيساو مهلا والاذا مهلا وهاوا نجيما نوانرويما ونجيتا ينو تابيري هانغوي ساي يرياليزي هاو سكوا ليو تيواشيلو هارموزي كومور. ولقد وجدت ذلك صحيحا وحقيقا بالتمجيد والتنويه. تجاتي هو ريزونا كاو هيشيا نيزونا كاو ونا وحرمة إزيو نوحرمة زنبال نبالي زوجو أزنتي تجاتي هو ريزونا كاو زيونا زيلا كويلي تينا غمزيش. لكن الأكثر جدارة بالإشارة إليه هو ما ينتظم هذه البلاد من رغبة جادة في التطور والازدهار والانطلاق في فضاءات النهضة والتقدم. شامينغون مزنونغو بوكو زيني زيني كانتي هاكو هوروهوني zinjibi za haku dehele na hunroa kumori hao jimla wanti pia hamu walo niyo ya ukawalekezenti ya hao wa developenti ya hao hata irenge ze strafi za hezenti za ndela usoni uharuma ule mengu ina jizuru kamar tastahak min isusku alihtimam wa daam wa muazara kumori istahi ki usoni masima dhamana wa isusku rishuhulihe hiyo rishangirie, rihimilie, risaidie ze pari zonti. ومن هذا المنطلق يا فخامة الرئيس أؤكد لكم حسبه هنا من سيد الرئيس قام مردين وتنيفون وسيسين ريني هوني كأنروني كأنجزما بأننا سنشارككم في رؤيتكم الجديدة كان جارجو دعانا نانيو هرمي فيزيو هاو تيه بعد 2030 وسنجدد إحياء مندوبية الإيسسكو بثوب جديد. نسينجر جو سانا إدريجاسيو هاي إيسسكو إليو هونو ريرودي ريفازنغو يا نيوماني ريلكيزي رينيكسورو يا نيوماني. لتصبح مركزا للغة العربية للناطقين بغيرها. إيكي سانتر يا وسوميسيل واكيرابو يا هوان واتوجو شيرونغو إلو شيرونغو. ومركزا ثقافيا فريدا مقتدر. يرديكي سانتر كولتوريل إيجو كايا ويو تشو هرمالي بافلينو كاميلي يا وباليازا كولتوريزو تشكارز ستار ابو زوز. يقدم رسالته الخالدة للقمر القمراء. إلي إيه ميسيو يفاي ميسيو يا يا لاديمو يا هونيسي شو شهو كوموري إكاو كوموريو واليم هالا بسير ديك سانتر إجو باراو وانرو هرمالي باف واجيو يو. ولما جاورها من الأصدقاء. نزلتي ما جيراني بيا ويلي وادو بوها وجاهون وجو رينغو ستاربو هرمو سانتر يوشا. ستساند الإيسسكو المشروعات الناهضة بدور المرأة القمرية. إيسسكو واجانجاجي واجاو يا وسيدي هاينا بروجي هاينا ميندو وسيدي يا مرومشي يندلو سود نمنا زو ديفلوب مرومشي نا همني كبلاسيا وهرما وبشتما يوكمور. هذه المرأة المتفردة ريادة وبدلا وإلهاما. فاني مرومشي بكونغو جوكا مرومشي وجوكا ريماركاب هي ليدرشيب يا هاي ونووني وما وهاي نوتند يا زنونجيما وهرما امندلو هانتي. سنؤازر الشباب في برامج طموحهم. نرجوه ما بدمنه ما شبابي رواسيدي وهروما هي نبروجي ولونيو نني هامو نني أمبيس وجوكا نيزو نرجوه شانغريا رواسيدي. لنؤكد حقيتهم بالمستقبل واستحقاقهم له. إلي رواني كي حقيها وهي وهرمو دال لافينير نزلا واستحي كي وشانغريا ونكوازو إلي وجو جورينغا زي ضمان زها وزماون. أشكر لفخامتكم تكرمكم بكتابة مقدمة كتاب الإيسسكو في نسخته الثانية. أبو شكر يا سيد الرئيس وكبالي وجوسيني بريفاس يا هي دوزيم إديسيو هي شيو شاهي إيسسكو. وأنني حريص على الاستماع لتوجيهاتكم الكريمة.
نميم مينجا من همو كابيسا نيشيا زي اورينتاسيون سيد الرئيس جور نيكازو غارجوز رينغا سينغارجوز تانزيان فانني والوفد المرافق لي هاو كان مي منان ديليغاسيون نيتنديا وادوغانا نامي وزملائي وزميلاتي في الايسسكو نوانا امار او مروشر ليو فانيو هازيبا ديما هارمويسسكو على اتم الاستعداد للتجاوب مع رؤاكم غسناو تعريف كامل وأجيب هين وجوه تجيه وهرمي فيزياء سيد الرئيس وحمل أمانة مشورتكم ريرنجي نذو أمانة يهم مشاويري ونذا كونسي وجور نكازو هرمي سيسكو والتزود من حكمتكم رهون وجاو نساجس ننتليجنسيا وسيد الرئيس حفظكم الله ووهبكم من الصحة والعافية ميزمونا وحفاظي يونيك صحة نونونو نمايشامورا ما تبسطون آلاءه جهودا صادقة لنماء هذه البلاد. هجتهد ويفني عوز هجتهد زوكويلي نروي كويلي نروي صافي يا ولك زنتينو ميزمونه سيدي. وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله. ومكوبا لزم توسازها عمي. présent j'inviterai Madame Faiznam Zeislam, jeune ambassadrice de la paix pour l'ISESCO, à venir nous faire un commentaire sur le livre de l'ISESCO sur la paix. Merci. Awasagari parao mzima wende ambassadrice wa Komoro Harumae Assemblée Arma Assemblée de la jeunesse pour la paix. Ya ipango on ISESCO. هذه السفيرة سفيرة الشباب في الأمن تابع لكم في الإسسكو. Excellence Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine Monsieur Azali Assoumani, Excellence Monsieur le Directeur général de l'ISESCO Monsieur Salim Ali Maliki, accompagné de la directrice du secteur, accompagné de la directrice du secteur. Des sciences humaines et sociales, Madame Rahmata et de Monsieur Adel Bourawi, conseiller en langue arabe, honorable assistance, tout protocole observé, assalamu alaikum et kullam antum bikhair. Je suis honorée de me trouver devant vous, dans ce lieu emblématique, le palais présidentiel de Beit Salam, qui signifie la maison de la paix. فخامة الرئيس الجمهورية معالي الأمين العام للإسسكو والوفد المرافق له وذكرت بالمناسبة فقط اسم الأخت رحمة ربما لل رحمة والوفد جميعا وإنه لشرف لي أن أقف في هذا المكان الهام المهم في قصر بيت السلام الذي ترجمته يعني بيت الأمن والأمان. D'être témoin de la signature de la deuxième édition du livre de la paix de l'ISESCO. أنا الآن أريد أن أقدم صورة مختصرة لمحتوى كتاب الأمن للإسسكو. Par son excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, en tant que bénéficiaire de l'initiative des jeunes ambassadeurs de la paix. فخامة الرئيس أنا بصفتي أحد المستفيدات من مشروع الإسسكو لإعداد الشباب للأمن. Qui découle du programme de formation en leadership. الذي هو ضمن برنامج إعداد القيادات pour la paix et la sécurité de l'ISESCO قيادات الأمن والسلام لإسسكو dont les critères de sélection étaient très rigoureux هذا البرنامج الذي كانت صفات الاختيار خاصة بالإسسكو ce programme qui bénéficie particulièrement du leadership et de l'accompagnement du directeur général de l'ISESCO monsieur Salim Al Maliki هذا البرنامج الذي يحظى بالمتابعة الشخصية وبالاهتمام من معالي الأمين العام للإسسكو est un outil puissant pour que nous jeunes ambassadeurs de la paix puissions être
les jeunes qui sèment et qui sèmeront partout dans le monde les grains de la paix pour un monde plus pacifique, plus inclusif et plus développé. إنه برنامج يهدف إلى إعداد القيادات الشابة التي سوف تنشر وتزرع الأمن في كل مكان. Je suis ici aujourd'hui pour témoigner de l'importance de ce programme qui m'a permis d'acquérir des connaissances et des aptitudes en tant que jeune femme, citoyenne et actrice de développement. أنا هنا الآن لأكون شاهدا لأعبر عن ما عشناه من برامج تكوينية استفدنا منها من قبل الإسسكو من خلال البرامج التي وضعت لإعداد هذه الكوادر. Grâce à ce programme, j'ai pu bénéficier des formations théoriques, académiques et sociétales. بسبب هذا البرنامج استفدت كثيرا من الأفكار والخطط النظرية من أجل الأمن والاستقرار في العالم. Ça m'a permis également de comprendre les enjeux de la paix. أيضا هذا البرنامج كان السبب أعانني على فهم الأهداف المقصودة من وراء الأمن في العالم كله. Et surtout, ça m'a permis d'interagir et de communiquer avec des jeunes de mon âge. أيضا هذا البرنامج أعانني على أن ألتقي بالشباب مثلي الذين نعيش هذا البرنامج الذي أعده الأسسكو. Venant du Liban, de la Malaisie, de l'Indonésie, de l'Arabie Saoudite, du Kenya, du Soudan et du Sénégal. التقيت من خلال هذا البرنامج بالشباب من لبنان، من السنغال، من ماليزيا ومن دول كثيرة ذكرته. Sans aucune distinction de race. بلا أي تفرقة بسبب الجنس. De religion. أو الدين. De culture. أو الثقافة. De background. أو من الأرض. Mais aussi j'ai pu bénéficier de l'expérience partagée de nos seniors, notamment le parcours académique du directeur général de l'ISESCO. أيضا مكنني هذا البرنامج من الاستفادة من تبادل الخبرات تحت الإشراف المباشر من معالي الأمين العام لإسيسكو. J'ai eu la chance d'écouter le parcours de certains anciens chefs d'État et des responsables de haut niveau parler de ce qui leur ont permis d'être des grands leaders aujourd'hui. لقد استفدت أيضا من خلال متابعتي ومعرفتي للسير الذاتية وتواريخ الرؤساء دول كثيرة حول العالم وما فعلوه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه وما تركوه لبلادهم. Chose que je n'ai jamais imaginé dans ma vie. هذا أمر لم يكن يخطر على بالي من قبل. J'ai eu également la chance d'écouter le partage d'expérience de certaines femmes leaders, ce qui me renforce en tant que jeune femme. أيضا استمعت وتابعت خبرات النساء الكثيرات اللائي أيضا أثرن في هذا العالم وكان لهن ريادة ومكانة في المجتمع. أنا كبنت استفدت من هذه الخبرات. Ce programme m'a permis de faire connaître l'Union des Comores ailleurs. هذا البرنامج أيضا أعانني على فهم جزر القمر بلدي أكثر. Maintenant, Monsieur le Président, je suis en mesure d'agir en tant que jeune leader pour la consolidation de la paix. فخامة الرئيس أنا الآن جاهز بسبب هذا البرنامج لأخدم بلدي من أجل الأمن والاستقرار. Au nom de tous les 80 ambassadeurs de la paix, je voudrais remercier le directeur général de l'ISESCO. باسم الثمانين عضوا من أعضاء البرلمان الشباب للأمن نقدم الشكر الجزيل إلى معالي الأمين العام لإسيسكو. Remercier mon pays. أنا أشكر أيضا بلدي جزر القمر. Remercier mon président pour cette initiative qui sert de référence pour la consolidation de la paix. والشكر خاص لرئيسي فخامة الرئيس عثمان غزالي على أني سهلوا لي الوصول إلى هذا البرنامج الذي سيسعى ونعمل من أجل الأمن والاستقرار.
remercier également l'équipe du secteur des sciences humaines et sociales, dirigée par Mme Ramata, pour tout le travail d'accompagnement qu'elle a accompli. أيضا شكر خاص لإدارة الشؤون الاجتماعية التي على رأسها الأخت راماتا لذا تقدم هذه الإدارة لنا وقدمته لنا أيضا من تسهيلات حتى نستفيد من هذه الخبرات. En tant que jeune ambassadrice de la paix et de la sécurité de l'ISISCO, je représentant les Comores, représentant également la vision de l'ISISCO, je m'engage. Partout à ne penser et agir que pour la paix. بصفتي سفيرة للأمن والاستقرار ضمن شباب العالم أنا أعلن أمامكم الآن استعدادي للخدمة للعمل بكل ما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في بلدي وفي العالم كله. Rien que pour la paix en promouvant les valeurs les plus chères de notre religion, l'islam. Merci. بالأمن والاستقرار سوف نقدم الصورة الحقيقية النموذجية لديننا الإسلامي الحنيف. شكرا لكم. À présent, j'inviterai son excellence monsieur le président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Son excellence monsieur Azali Assoumani. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسيو الدكتور جنرال أونوراب أسيستانس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الأمين العام للإسيسكو أيها الحضور الكرام السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais à l'entame de mon propos souhaiter une chaleureuse bienvenue en terre comorienne à vous, mon cher frère, Monsieur Salim Al-Malik, directeur général de l'ESCO, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe. في البداية أود أن أهنئكم وأتمنى لكم وأقدم لكم قدوم مبارك أنتم معالي الأمين العام والوفد المرافق له. C'est un grand honneur que vous faites, non seulement à ma personne, mais aussi au peuple comorien et à l'ensemble des pays membres de l'Union africaine que j'ai l'insigne honneur de représenter durant cette année 2023. إنه شرف تقدمونه ليس لي وحدي فقط و
وإنما لي ولبلدي ولكل الدول الأفريقية التي أنا لي الشرف الآن أن أرأسها خلال العام 2023. Je voudrais alors vous exprimer leurs sincères remerciements et les miens propres pour ce geste fort à notre endroit. أحب أن أقدم باسمهم جميعا وباسمي شخصيا الشكر والتقدير والعرفان لما قدمتم لي ولهذه الدول. Monsieur le Directeur Général, Honorable Assistance, le thème paix qui fait l'objet de ce livre cette année est une valeur fondamentale pour la construction et la pérennisation du vivre ensemble. معالي الأمين العام، إن موضوع الأمن الذي هو سبب اجتماعنا في هذا المكان الذي أخرجتموه كتابا سنوقعه بعد قليل، إنه يمثل أساسا مهما من أجل البناء ومن أجل الحفاظ على العيش المشترك الآمن. La paix c'est aussi le socle de tout développement. الأمن هو الحجر الأساسي لكل تقدم وتنمية. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours rappelé dans mes interventions. ولأجل ذلك أنا دائما أقولها في كل خطاباتي. L'importance de mettre fin aux conflits dans le monde et plus particulièrement en Afrique. أهمية وضع حد لكل النزاعات ولكل الحروب في الدول الأفريقية. J'ai d'ailleurs en ce moment précis une pensée particulière pour nos frères du Soudan. في هذا الوقت تحديدا أنا عندي يؤلمني ما يحدث لإخواننا في السودان. Les pays du Sahel et du Grand Lac. في الدول الساحل و والصحراء. Mais aussi pour nos frères de la Palestine, pour la Russie et l'Ukraine. Aussi لإخواننا في فلسطين وفي روسيا وأوكرانيا. Où les armes font des victimes chaque jour qui passe. حيث هناك السلاح تقتل يوميا كثيرا من إخواننا. J'ai aussi une pensée pour les pays touchés par le terrorisme. عندي أيضا شعور وألم بسبب الدول التي أصابها الإرهاب. Et les extrémistes de toute forme et qui vivent constamment dans la peur et l'anxiété. والإرهابيين من كل أنواع الإرهاب الذين يحددون الأمن والاستقرار. Mesdames et messieurs, السيدات والسادة, tout à l'heure nous allons procéder à la signature de la préface. بعد قليل سنوقع مقدمة كتاب الأمن. Du livre de l'ISESCO pour la paix 2023. لكتاب الأمن للإسسكو للعام 2023. Intitulé La paix à 360 degrés du discours à l'action. الذي يحمل العنوان الأمن على 360 درجة. Du discours à l'action. من الأقوال إلى الأفعال. Dont l'essence est de construire des synergies et renforcer les partenariats pour la paix. الذي الهدف منه هو المساعدة على البناء من أجل الوحدة والأمن والاستقرار. Cette signature n'est pas pour moi un simple geste protocolaire. هذا التوقيع ليس شيئا عاديا بالنسبة لي. Elle est la concrétisation de la contribution des Comoriens et des Comoriens. وإنما هو تحقيق لما قدمه القمريون والقمريات. À la construction d'une paix universelle. من أجل بناء أمن عالمي. Qui chez nous est bien préservé grâce à Allah le Tout-Puissant et à notre couture. الذي هو عندنا محفوظ ومستتب بفضل الله سبحانه وتعالى. Mais cette paix partout elle existe ne doit pas être considérée comme définitivement acquise. هذا الأمن الذي حيثما وجد ينبغي أن نحافظ عليه ونسعى من أجل نشره واستتبابه. Il doit être entretenu, préservé et surtout enseigné dans tous les établissements du scolaire jusqu'au supérieur. أحتاج إلى أن نحافظ على هذا الأمن وأن يكون
موضوع دراسة يدرس في المدارس من الابتدائية إلى الجامعة. Et c'est pourquoi dans le cadre des prochaines assises sur la transformation de l'éducation, من أجل ذلك سيكون في اجتماعاتنا القادمة من أجل التعليم والتربية. L'éducation à la paix devra être obligatoirement intégrée dans nos programmes d'enseignement. التربية على الأمن سيكون ضمن البرامج التي ستدخل ضمن المنهج الدراسي. Au même titre que les autres disciplines. مثلها مثل كل المواد التي ستدرس في المدارس الحكومية. Il faut toujours se rappeler que rien n'est plus facile que de détruire ce qui a été construit. يجب أن لا ننسى أنه ليس هناك شيء أسهل من هدم الأمن وإزالته. Et aucun pays, qu'il soit développé ou en développement, n'est épargné par l'instabilité. ولا دولة في العالم سواء كانت متقدمة أو متخلفة في أمن عن هذه الجهود التي يبذلها الأعداء من أجل إخراج الأمن. Nous devons alors tout mettre en œuvre pour faire taire les armes. من أجل هذا يجب أن نعمل بكل ما نستطيع من أجل أن نسكت السلاح. Et faire cesser la violence dans ce monde qui est déjà rendu vulnérable. وأن نضع حدا لهذه الحروب التي جعلت العالم كله يعيش بلا أمن. Par les effets du changement climatique et de la pandémie de COVID-19 بسبب الحروب وبسبب جائحة كورونا et de l'inflation due à la crise russo-ukrainienne وكذلك ارتفاع الأسعار التي من أسبابها الحرب في روسيا وأوكرانيا. Nous devons lutter ensemble efficacement contre la pauvreté et la précarité. يجب أيضا أن نعمل سويا من أجل القضاء على الفقر وحياتي الصعبة. Car il ne peut y avoir de paix sans développement. لأنه لا يمكن تحقيق الأمن بدون تقدم وتنمية. Nous devons aussi et surtout promouvoir l'unité et la solidarité. يجب أن نعمل أيضا وبأهمية على نشر الوحدة والتعاون فيما بيننا. Afin que nous défendons tous soit réellement inclusif. Pour plus de paix, de progrès, de prospérité. لكي نعمل سويا في الدفاع عن الجميع والدفاع عن القيم التي نحن بحاجة إليها. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs. معالي الأمين العام، السيدات والسادة. En ces temps de crise multiple, le rôle des organisations telles que l'ISESCO devient de plus en plus primordial. في هذا الوقت الذي يعيش العالم مشاكل متعددة وبصور مختلفة فإن دور الإسيسكو يكون دورا محوريا وله مكانة من أجل القضاء على هذه الأوضاع. La publication de ce livre sur la paix témoigne, si besoin était, de l'intérêt que vous accordez à la promotion de la paix dans le monde. إن نشر هذا الكتاب في هذا الوقت إنما هو شاهد صدق على اهتمامكم بالأمن والاستقرار في العالم. Et je suis convaincu que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour contribuer à cette sincère sensibilisation à la paix. وأنا على يقين ومتأكد بأنكم لن تخلوا جهدا ستبذلون كل ما في وسعكم من أجل استتباب ونشر الأمن في العالم. Je salue dans ce sens les réformes que vous menez depuis votre arrivée à la tête de l'ISESCO. وأنا أهيئ هنا جهودكم التي بذلتم تبذلونها من أجل أيضا إعادة التنظيم في الإسيسكو منذ وصولكم إلى رئاسة إلى إدارة الإسيسكو. Et qui ont permis d'impulser une nouvelle dynamique avec plus d'inclusivité et de résilience. هذه الجهود التي ساعدت على إبراز دور الإسيسكو في العالم وتنظيم أكثر فعالية من أجل أهداف الإسيسكو. Je serai à vos côtés pour mener ce combat utile en faveur des organisations que nous dirigeons. سأكون بجواركم وسأعمل معكم من أجل تأكيد وتحقيق هذه الأهداف التي نسمو إليها جميعا. Et des peuples qui comptent sur nous pour pouvoir vivre dans le calme et la sérénité. لنساعد الدول والشعوب التي تنتظر منا أن نعمل من أجل أمنهم واستقرارهم. Je voudrais pour conclure réitérer, Monsieur le Directeur et chers frères, mes chaleureux remerciements
pour l'honneur que vous me faites et que vous faites à mon pays, à l'Union africaine. أحب أيضا مرة أخرى أن أؤكد وأن أختم كلمتي هذه بأن أقدم لكم الشكر جزيلا على هذا التشريف وهذا التكريم الذي تقدمونه لي ولجزر القمر ولجميع الدول الأفريقية. Soyez rassuré que les actions que l'ISSCO mène continuellement pour le développement de notre système d'éducation. تأكدوا أن كل ما تقدمه الإسسكو من جهود وخطط من أجل تنمية وإصلاح المنظومة التربوية لبلادنا et pour le rayonnement de notre culture et bien d'autres encore sont et seront toujours reconnus à leur juste valeur. ومن أجل أيضا الحفاظ على ثقافتنا ووحدتنا لها مكانة خاصة ونحن نقدر ونثمن هذه الجهود. Vive la coopération multilatérale, vive l'ISSCO, vive l'Union des Comores, je vous remercie. تحيا التعاون الدولي وتحيا جزر القمر وتحيا الإسسكو والسلام عليكم. Otukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zinongozwa mbapia kiarabu na kizungu salazima rabbi makamamila kikomori aukale wewinu rirenge emanasi directeur Salim Al-Malik wakongomani lambao ISSCO lishwanana nongoza msomo na nongoza aman arumaze dawla pia kusoza mla kislam abodo zingara shamba shenu hajina la hanyu hajina la hinu afrikeni ni mbeshele marahaba ni mwambe ukaya hajo hao hajandro na imbu janda rohe na marundabime kama kwa benzi abopande uo wanga zidamba kari hundronzi yani akama mja ukaya imbanari wanavu de amani ni salama ni maendeleo na hizo nungu mbili ko lazima zidungane ngeishi dezi waswili wengi hamarasa marahaba menji haja na fikra muhimu halisi za utahasaidi nchi inu wengi upande huo ngarambishlo marahaba ni mtahe ni kwezi watukufu wa Komori na mahala mlio mwelewa ukangila dhimu ridungani naye harumaze azma hizo rishideri waswili kamga beti ukahaja haunwe nchi hajiwano dono baika kawishia rihadisi bala hanka azma kakujurudari jei ajahinsi markazi makhsus ya hele kukumanyulahe joka husuana na msomo ne malezi ne aman ilimwa janleke hukumori hunu ikaiwe dendreda hesha mashahe likumandahe harumazintisa sate ne kamga beti na arundonzi ya ni hakao muhimahe muhi mbili maje amani shadu wa nruwashe ne mashabad yode nkoduri wanaundondondo nge haja yeye nguahibenza nge harumaye mbana iyo kanumazadi wa hunde plasi ya lazimu wa hunde za haki za lazimu shamambi abu ya haya kanumazadi hunu warenge interior kanumazari wanke exterior basi kanu kanumba hindi son road saka batabu izo nungu uko wazimerito numazadi haini mba hindi wa hunda wo iyo haki ya hao harumwe namna wajitolea harumu mkonsi wa hatu wateje hunda wa wakikartina hatamba khofu ya ukalewenu rengi dhobana renka mrumushe izo mnyezi ngude ya mnika hazi zingarandro hakema narulo banu ndao wengena katigo wankazi dhobana ya abu garjo ujibiwa haka mwono kansiwenda hazini swahili rija sanane chendezi kansitibu ete lenga mrumraha bahende upaningu piho mwagalwe mwana wenge izo manabokwe kakandizo kawati ujitwa hata wengo pande uo kamakini bo direktori kangasu nziani nifanyi kodo yeji rwasuli kama benze hii amani mguwa hivenza nga mjwa uka ya nsi ya haturitabi hambavi nga harumawa minji na bubdenar haja honu haritabisha nroronro mwone zajir maraisi wa hili wa ulawa wenge nga salama haishirini na alhamdulillah nyezi mguwa risaidia nane uhanzahani mbwa kumori neze mfuzahani ne helima hii makweli na lele yao nga saharumwa amani shara hagarja waswini muna ukaini wakata kutongo ujiri nogo
zila pia ula msomo rinki wao rinjwa ufanya juma izu ufanya teje undabaha mwanaweze nkodo zijiri u malamba u Europe wakodo aduja huno jawari nka msomo wa amani na mwishiliani mwoneza jiri juzi riroha sisi rinjwa wanki msomo maja lakawa ishiri au kawaelewa ishiri akituja kawaelewa maja lakawa ishawaelewa ya bo zila pia zila kizabe miezi mwara lawzao kahewe na mfahamu baraka mjawaswe wenge haini mru na balemba bejo shinda rikaze harume maendeleo mga hivenza yauda joja ni amani na we amani kena uja kakabati maendeleo ni maendeleo kena uja batina amani izo nongo mbili uko lazima zidungane na izo haini mru baanwali yo jena wajibu katina droha katina haki haini baanwali yo mrunge na ye wajibu ya ukawake amani genia wajibu ya ufanya hata wanwende haru mga maendeleo kama mga benze hauka ekaza nungwezo sipare hanazo mbili re amani re maendeleo wanu pia duwa joo hunda ya boga joo hunda hunu chaka mwenaka ukatuwa jeni kwa joo kubaliwa jehunu wajua risaidie re dele wage hamarasa marahaba msuri direktori nana wanu madungana marahaba menji wage mrehundonzi ya ninga stabu kastayari dunga dinanyiri wa sulika mga benze wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Passons à la signature de la préface qui a été rédigée par le président de la République. Entre le président de la République et le directeur général de l'ISESCO. Donc, rectification, c'est juste le président de la République qui signe la préface qu'il a rédigée pour cet ouvrage. Stamili Fuanzani, wezi ndoza watangazo zahatu. Madem ni kiunga mdini nga wari, jundwa mbali dahula Baiti Salam. Unuyi mhumu wa hee dawla nana mwediri jimla wa ISESCO watia mkataba mhono husu mungano harma wa yefani ya homsomo nana ya aman harma yensi ya hatu hatapakanda vanu wasta mifanzani katutia tariki kabisi mapicha tu marjore jelana mapicha sara wa manza hurabana na mina za jamaa. Nuanza ni pia salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.